سلمى، يبدو أن واتساب يعاني مشكلة اختراق أو مشاكل، يعني هاكر كما يقال عنها، يعني أحمد في الآونة الأخيرة مع تطور قراصنة. التكنولوجيا صار هناك طرق للاحتيال، كان هناك يعني طرق تقليدية للاحتيال، ولكن الآن مع واتساب صار في طرق طبعا احتيال عن طريق الواتساب، وهي طبعا خطيرة جدا كما شاهدنا في المرحلة الماضية. فقد أطلق واتساب تحذيرا جديدا لمستخدميه من عملية احتيال جديدة لتضليلهم ونهب شيء من أمواله. وليست عمليات الاحتيال بجديدة على واتساب، إذ يوصي مستخدموه باستمرار توخي الحذر الشديد من الرسائل التي قد تعرض بياناتهم الشخصية للخطر. ولكن الحيلة الأخيرة من مجرمي الإنترنت تعد واحدة من أسوأ هذه الرسائل حتى الآن، إذ يلجأ بها المحتالون إلى الابتزاز العاطفي في محاولة لدفع المستخدمين إلى تسليمهم مبالغ كبيرة من المال. طيب، نتحدث في البداية عن موضوع الاختراق، يعني لكي يفهم الناس أكثر ويكون لديهم دراية في هذا الموضوع، كيف تتم؟ يعني هلا تتم عن طريق ما يسمى one time password أو الباسورد لمرة واحدة. يعني أنا أحمد بخترق حسابك وبطلب منك رسالة عن طريق رسالة على الواتساب، بطلب منك أنه قد أكون أخيك أو أحد من زملائك أو شخص يطلب النجدة أو شخص يطلب مساعدة أو شخص يعرض عليك مثلا ربح جائزة معينة، بقول لك أنا أرسلت لك كود من 6 أرقام ممكن أن ترسله لي. هذا الكود هو بيكون عبارة عن باسورد لمرة واحدة لحسابك أنت الشخصي. إذا طبعا قمت بإرسال هذا الباسورد للشخص يقوم باختراق حسابك، وطبعا هذا خطر جدا لأنه عن طريق الواتساب ممكن يصل لمحادثاتك الشخصية، ممكن يصل لصورك، وممكن يكون هناك صور حساسة وتم ابتزاز أشخاص على الإنترنت للحصول حتى يقوم بحذف صورهم أو محادثاتهم مع أشخاص. طبعا الطريقة الثانية أنه أنا الآن اخترقت أحمد، أنا الآن أتحدث كأحمد، فممكن أرسل لزوجتك لطفلك لأخيك أنه قد تكون هنا الخطورة الأكبر. صحيح، أنه أنا أقول مثلا أنا الآن أحمد، ممكن أرسل لأخيك أقول لو سمحت أنا أرسلت لك بالخطأ الكود على الواتساب، ممكن ترسل إياه وبذلك أنت يخترق أخيك. وكمان ممكن يطلب منه مبلغ مالي باسمك كأحمد، وطبعا حدثت مع أشخاص يعني بشكل كبير حولنا أو زملاء العمل، ولكن الآن وصلت كمان إلى مستوى عالمي. حتى في بريطانيا قرأت في الجريدة أن هناك امرأة قاموا بنصب 2600 جنيه استرليني عن طريق شخص انه ادعى انه ابنها. فهذه طبعا طريقه مضلله، ولكن دائما هناك طريقه للحمايه منها، انه اولا اي شخص بيطلب منك كود لا تقوم بارسال كود، واذا كان صديقك اتصل عليه مكالمه هاتفيه وتاكد انه يريد هذا الكود اللي هو الاو تي بي باسورد فور وان تايم. الطريقة الثانية أن هناك في ما يسمى المصداقية الثنائية أو التحقق بخطوتين عن طريق الإعدادات خصوصية الأمان. تقوم بتفعيل هذه الميزة، هذه الميزة عبارة عن رقم من كود مكون من 6 أرقام أنت بتختاره، فعندما تقوم بإدخال الواتساب على جهاز جديد أو مرة ثانية يطلب منك الكود أو الباسورد هذا اللي أنت قمت باختياره، فلا يستطيع أحد اختراقك. يعني لو استطاع الدخول إلى الواتساب تبعك لن يستطيع أن يعرف هذا الكود من 6 أرقام لأن أنت قمت باختياره. حتى إذا غبت عن واتساب لفترة طويلة ساعة ساعتين أو ربما يومين، يقوم الواتساب بطلب منك أن تقوم بإدخال هذا الكود مرة أخرى لتأكد أن أنت نفس الشخص صاحب الهاتف وصاحب هذا الحساب. فهيك ممكن طبعا الحد جميل، من حماية معلومات مهمة، موضوع الحماية مهم، ولذلك دائما ما نشير وننوه سلمى إلى أنه عدم فتح الملفات التي تأتي من أرقام غريبة أو كان كود أو غيره، من الرسائل التي تأتي أيضا من أرقام غريبة أو حتى بعض المواقع البعض يعني يلعب على الجزء الحساس. نعم. البشر أنه ربما يريد مساعدة أو هناك جائزة مالية أو حتى صديق أو حتى قريب. شكرا جزيلا لك سلمى على كل هذه المعلومات. طبعا لنا لقاء في الأيام القادمة. شكرا جزيلا.